هاي جايز، حلقتنا لليوم حتكون عن الميك اب ميستيكس اللي اكيد كلنا عاملينه. يعني انا صراحه مدقين علي كلهم، كل هالاغلاط اللي حفرجيكم اياها. هيدي الميله حفرجيكم الميك اب المزبوط، وهيدي الميله كل شيء اغلاط فيه الواحد يعمله. بس قبل ما تحضروا هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات. اول شيء حبلش بالفاونديشن، ححط بهالميله لون ناسب لبشرتي، وهديك الميله لون غامق عاده بستعمله بالصيفيه وقت اكون سمرت او شيء. اهم شيء نمد الفاونديشن لرقبتنا ما يبين لون. هلا تاني ميله ما حمد الفاونديشن لانه هاي غلطه كثير ناس بيعملوها، وانا اكيد عملتها يعني شي مره بحياتي. اول شيء اللون اكيد مش مناسب للون بشرتي، وما مديت على الرقبه. هلا انا عم زيدها شوي، بس هولي اغلاط عاده امرار العالم بتعمله بكل هالفيديو. يعني حزيدها شوي، مش يعني انتو عم تعملوا هيك او حدا منكم عم يعمل هيك، بس to prove my point يعني. وهلا حاستعمل كونسيلر بالميل الصح، درجه او درجتين افتح من لون الفاونديشن اللي هو هيك لازم عاده. حأدمج الكونسيلر. هلا عادة وقت بلش موسم البحر ومنسمر وهيك منصير نستعمل كونسيلر بكون عنا من الشتوية افتح بكتير من لون بشرتنا. وانا صراحة هاي اكيد صايرة معي، واول ما تعلمت كونتورينج وهيك كنت فكر انه لازم يكون تحت عيوني كتير ابيض، بس هو لازم درجة او درجتين مش هالقد ابيض. فحستعمل كونسيلر افتح بكتير من اللي فاونديشن اللي حطيته. يعني هاي صورة مع فلاش يخزي العين هيك ابيض يطلع تحت العيون. بعدين طبعا بعد الكونسيلر لازم واحد يثبت الكونسيلر بالباودر. بهيدي الميلة ما حثبت، رح استعمل ترانسلوسنت باودر تثبت الكونسيلر. هلا صار وقت البرونزر. كثير مهم يعني نحطه بالمحل اللي لازم ينحط. يعني انا صراحه اخبركم قصه، وقت كنت بالمدرسه ايام المدرسه اشتريت اول برونزر وتحمست وهيك، فكرت انه البرونزر لازم نحطه انه كيف الفاونديشن على كل وجهي، فكنت استعمل لونه اورانج، يعني مش انه بني هيك حلو اورانج اورانج. حطيته على كل وجهي ونزلت انه واو، حسيت حالي ملكة جمال انه انا حاطه ميك اب على المدرسة. فبيصل لي خبر بعد فترة انه عم بيسموني بردة بالمدرسة. ف يعني هي انا عملتها، ما بعرف اذا حدا منكم عامل هيك شيء. وما تنسوا تحطوا كومنت على فكرة اذا صايرة قصة معكم بتضحك انه غلطة بالميك اب، لانه انا صايرة معي. فحط البرونزر بهيدي الطريقة. طريقة ناعمة وما نزيد كتير تا ما يطلع وجهنا اورانج مثلي. طبعا بتلحقوا الخط دينتكن وبتنزلوا نزول مثل الكونتورينج. هلا بالميلة التانية حفرجيكم الطريقة اللي انا كنت اعملها ولون غامق، لانه هيدا وجه دجا اورانج بدي تفرجيكم شو قصدي. وحطوا بطريقة غلط يعني هيك، يعني كاني اكل كف على وجهي وهيك بقع حلوة. هلا ما تفكروا انه يعني انا قصدي انه حدا عم بيعمل هيك، انا عم زيدها شوي بس انه بدي فرجيكم شو قصدي. هلا البلوش، انا مبطيء البلوش اللي لونه كتير بينك، بحب هيك بس يعطي ناتشل هيك انه تشيكس هيك لونهم بينك. بس في ناس هاي انا مش عاملتها، بيستعملوا لون بينك كتير يعني بين كلام. فححط على هالميلة لون بينك هيك very natural. وبهالميلة حاستعمل ليك اللون، يعني هلا بتشوفوا كيف حيطلع. هلا حاستخدم هايلايت.
انا ما كتير بحب كتر، بحب يطلع بطريقه ناعمه. هلا بالليل فيكم تزيدوا شوي بس مش كتير، يعني يبين كتير، يعني حلو يبين ناتشرال اللوك. بحط شوي هون، حكتر كثير. هلا ننتقل للحواجب. انا قبل مره باول فيديو قلت لكم بحب استعمل باودرز عاده لانه انعم على الوجه، وبهيدي الميله حاستخدم باودر. هو عاده طريقه لازم الواحد يعلم حواجبه فيها، ما لازم يكتر كثير برودكت اول الحاجب، لازم يطلع افتح وشوي شوي بتغمقه لنزول. بس انا عمرها وقتها كنت استعمل اقلام، يعني كنت اعمل مثل هون حدد كثير يطلع كاني عابسه، يعني اذا عم ببتسم ضلوا حواجبي مبينين انه كاني زعلانه. ولتاني ميلة حاستعمل مثل جل، بعد ما خلصت الحواجب حنعمل الايلاينر. انا شخص كثير بحب الوينجد ايلاينر، دائما بحط ايلاينر كل يوم كل يوم كل يوم لاني كثير بحب، بيعمل لي هيك شيب عيوني الماند. هلا انا وعم بتعلم كيف اعمل الوينجد ايلاينر طبعا مرقت فترات كان يطلع اوتوستراد او ماشي انتان يوصل لهون، فهيدي من الاغلاط اللي عاده الواحد يعملها وقت يكون عم يحط ميك اب. فحبلش حط اول شيء الطريقه الصح، طريقه ناعمه ورفيعه وما كثير مد الوينج. بهيدي الميله حطيت الايلاينر بطريقه صح وبطريقه ناعمه، ما بتصغر العيون وقت تعرضوا كثير الايلاينر، عيونكم ببينوا اصغر. وطبعا ما لازم تتخطوا عظمه العين انتم عم تحطوا تعملوا الوينج تبع الايلاينر. هلا عاده هيدي الغلطه بتصير وقتها الواحد ما بكون كثير معود يحط ايلاينر، بتسحت ايده شوي فبيضطر يعرض 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 ويمد الايلاينر. فبس اكيد برجع بكرر هيدي very exaggerated، مش يعني حدا عاملها طبق لزق لهيدا اللوك. هلا بننتقل على اللبس. حارسم شو فيهم طريقه كثير طبيعيه وحاعمل اوفرلاين بطريقه مضبوطه، يعني كبر شفافي بس شوي، طريقة very natural. هيديك الميلة حزينة شوي. وهيك بكون فاجئكم الميك اب ميستيكس، هيدي الطريقه الصحيحه، هيدي يعني ما بعرف شو لكم. بتمنى انكم تسليتوا بهيدا الفيديو، بس قبل ما اقول لكم باي، don't forget to like share and subscribe to Lulia's channel. Bye guys.